بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للامتحانات المصرية سواء مادة الرواية أو الأدب الأمريكي سوف تكون خارج الجدول، وإن شاء الله هنعقد الامتحانات في أول أسبوعين من شهر 12 بالترتيب مع الطلاب بعد الانتهاء من امتحانات جميعا. طبعا المحاضرات اللي حكينا عنها داخل النصف الأول والامتحان النصفي، هذا الأخير كمان الطلاب الآخرين، أي حد محتاج محاضرة للشرح يكتب لك التعليق، عنوان المحاضرة، اسم النشاط، اسم الموضوع. إن شاء الله بكون متوفر عندي وقت وبأشرح هذه المحاضرة للفهم وللاستفادة. بتمنى لكم التوفيق. وهنا زي ما حكينا القناة ممكن تدخل على قوائم التشغيل وتشوف المواد الموجودة، واللي هي طبعا عندنا literary criticism، عندنا دراما في المسرح، عندنا reading vocabulary، عندنا English grammar، قواعد اللغة، عندنا كمان post colonial theory، William Shakespeare، history of English literature، novel one، عندنا English language، عندنا تجارب من الحياة، عندنا poetry، عندنا novel 2، عندنا translation، عندنا كمان American literature، عندنا أمريكي world literature، phonetics، عندنا دراما، وعندنا محاضرات دولية international lectures. ممكن كمان المشتركين الجدد يستفيدوا، أي حد طبعا مهتم باللغة الإنجليزية، مهتم بالأدب الإنجليزي ممكن يدخل ويستفيد من هذه الحالات. هنا كمان للناس اللي بيقدموا امتحانات التوظيف، كمان عندنا Employment Test for English Language، خلينا بعض الامتحانات السابقة. فإن شاء الله تعجبكم هذه الفيديوهات، تعجبكم هذه المحاضرات، تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.